أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في حلقة جديدة من المؤشر. حنتكلم فيه اليوم على ما تواجهه الأموال الليبية في الخارج من تهديد بالنهب سواء كانت مجمدة أو لا، خاصة بعد حادثة استيلاء عائلة حنا المصرية على أكثر من ربع مليار دولار من الأموال الليبية في مصر. والبداية من تفاصيل هذه القضية اللي تعود بدايتها للسبعينات، ولكن استأنفت نشاطها مؤخرا حيث حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لصالح عائلة كمال حبيب حنا المصرية ضد ليبيا بعد مطالبتها بالتعويض عن أملاكها اللي صدرتها الدولة الليبية في فترة المملكة وفي حكم القذافي بموجب القرار رقم 4. القضاء حكم بالحجز على أموال الدولة الليبية في مصر، واللي تشمل أموال في حسابات كل من الخطوط الجوية الليبية، المصرف الليبي الخارجي في بنك السويس وشركة ليبيا للاستثمار، شركة ليبيا أويل، الشركة العربية للمشروعات السياحية، والشركة العربية البحرية لنقل البترول، وفندق شيراتون الدقي، وبنك المركزي المصري. وألزم القضاء المصري في نص الحكم السلطات الليبية بدفع مبلغ 262 مليون دولار للعائلة، وفعلا تم تسييل الأموال يوم الأربعاء الماضي من حساب المصرف الليبي الخارجي في بنك قناة السويس، تلاها استهجان كبير في الوسط الاقتصادي الليبي لحكم القضاء المصري وسرعة تنفيذ نقل الأموال من جانب، وتعامل الطرف الليبي مع القضية من جانب آخر. وبحسب مصادر مطلعة تواصل معها برنامج المؤشر، فإن الدفاع الليبي تعند المرة الثانية في حكم المحكمة المصرية، وتم قبول استئناف القضية والبث فيها في شهر أغسطس المقبل، في حين تحاول الأطراف الليبية المعنية الضغط على السلطات المصرية الآن لتجميد أموال العائلة إلى أن يتم الفصل في هذه القضية بالتحديد. وبحسب خبراء، فهذه الحادثة قد تفتح الأبواب لدول أخرى للتعدي على الأموال الليبية فيها، خاصة مع تزايد الضغط من قبل المملكة المتحدة على سبيل المثال لاستخدام الأموال الليبية المجمدة هناك في دفع تعويضات لضحايا الجيش الإيرلندي اللي دعمه القذافي في الثمانينات. والجديد في هذه المسألة هو إعلان لجنة شؤون إيرلندا الشمالية بالبرلمان البريطاني الأسبوع الماضي عن تحصيل الحكومة لخمسة ملايين باوند سنويا من الضرائب على الأصول الليبية المجمدة البالغة 12 مليار باوند، وفي المقابل اعترفت الحكومة البريطانية بجمع حوالي 17 مليون باوند من الأصول الليبية المجمدة من عام 2016. ودعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بضرورة حل مشكلة التعويضات وإمكانية استخدام هذه الضرائب كجزء منها. وكانت بريطانيا عينت في مارس الماضي مبعوث خاص للمشاركة في التفاوض مع ليبيا على تعويضات ضحايا جيش الجمهور الإيرلندي، رغم تأكيدات مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة وزير الخارجية السابق عبد الرحمن شلقم على أن جميع ملفات الخلاف المالي بين ليبيا والدول الغربية سويت وأغلقت نهائيا، ومن ضمنها قضية الجيش الجمهوري الإيرلندي. وهذا طبعا يثير الشكوك حول محاولة الدول اللي فيها أموال ليبية واستغلال وضع الدولة الهش واستخدام أموالها، زي ما صار في بلجيكا مع احتفال لأموال ليبية قيمتها حوالي 5 مليار يورو من المصارف البلجيكية، وهي عبارة عن فوائد وأرباح ل 14 مليار يورو من أرصدة ليبيا المجمدة هناك في الفترة ما بين 2012 و2017. وكانت الحكومة البلجيكية اعترفت بحصولها على مبلغ 30 مليون يورو من هذه الأموال لدفعها لشركات اللي خسرت عقود وصفقات مبرمة مع النظام الليبي السابق. وفي فبراير الماضي سرب الإعلام البلجيكي رسالة لوزير الخارجية مرسلة لنظيره الليبي في عام 2012 عاشور بن خيال، فيها تفاصيل ديون مستحقة لثمانية شركات بلجيكية بنفس المبلغ. إذن حديث عن أرقام كبيرة معرضة للنهب من أموال ليبيا في الخارج، ذكرنا منها القليل فقط. تحليل تفاصيلها ودراسة خيارات الدولة الليبية لحمايتها على طاولة مؤشر بعد لحظات. بهذه البيانات نبدأ حلقة جديدة من المؤشر على بركة الله. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونرحب بضيوف الأكارم معي عبر الأقمار الصناعية من مدينة طرابلس، مدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي الدكتور علي ضو،
وكذلك عبر الأقمار الاقتصادية من العاصمة أيضا الخبير القانوني الدكتور طه بعرة. مرحبا بكما ضيوفي الكرام. أبدأ في المحور الأول اللي هي نخصصها على حادثة عائلة حنا وتفاصيلها في حول القرار الصادر من محكمة جنوب القاهرة. أبدأ معك دكتور علي، يعني لخص لنا التقرير التفاصيل هذه القضية كما تابعتها المصرف ليبيا المركزي منذ البداية. في البداية أود أن أشير إلى أن مصرف ليبيا المركزي هو الطرف، ليس الطرف الرئيسي في هذه المسألة. هناك إدارة القضايا، هناك وزارة العدل، وهي أطراف مباشرة في القضية. بالنسبة لقضية حنا، عائلة حنا، يجب التمييز بين مشكلتين. المشكلة الأولى هي المشكلة التاريخية، تتعلق بالتعويض عن ما يسمى بمزرعة حنا حبيب التي أعطيت له في الستينات ومنحت له في الستينات بعقد معين، والمسألة المستجدة والجديدة وهي التي بعد الحكم، وهي طريقة تنفيذ الحكم. الحكم صدر في 18/10/2018 بمبلغ 262 مليون حوالي، وهناك فوائد، ستكون هناك فوائد ومصاريف للتنفيذ إلى آخره. إذا الموضوع الشق الموضوعي في القضية وهو التعويض تشوبه الكثير من الـ من الـ من الأمور التي أقل ما يقال فيها أنها غير اعتيادية. أولا، هناك عقد استثمار أبرم مع هذا مع عائلة حنا، مع السيد حنا نفسه، الآن توفي هي عائلته هيلة المطالب. هذا العقد أبرم لاستصلاح حوالي 90 أو 91 هكتار في منطقة الآن صارت منكم منطقة سكنية في طرابلس، لاستصلاحها كأرض زراعية، وهي أرض زراعية كانت آلة للدولة الليبية من مؤسسة الاستيطان الإيطالي. ماذا حدث في الستينات؟ باع سيد حنا قطعتين من هذه من 91 هكتار، حوالي في حدود 53، ما بقي يعني 53 هكتار. هذه عمليات البيع وجهت في ذلك في ذلك الوقت في 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 عهد حكومة المرحوم السيد الحبيب بكوش، وجهت بإجراء لإبطال العقد نفسه وإيلولة الدولة إلى وإيلولة الأرض إلى الدولة. هذا الإجراء كان مبتورا، يعني لم يتم الإجراء إلى نهايته، واستمر الوضع على ما هو عليه. 68 في سنة 70 صدرت قرارات بالتأميم، قرارات بالتأميم صدرت بتأميم الأرض التي يفترض أنها آلة للدولة بحكم فسخ عقد الاستثمار. من ذلك الوقت بدأت المشاكل، سواء كان بين الذين باع لهم، لأن اللي باع لهم سيد حنا باع لي شخصين، يعني أحد الشخصين وضعت أمواله تحت الحراسة وألت للدولة أيضا بحكم بقوانين الحراسة. يعني في الحقيقة أود أن أشير إلى شيء، وهو أن هذه القضية وغيرها من القضايا، غرغور وقضية جنكيز في تركيا وقضايا وفي بلجيكا، وحتى المطالب أو التحركات البريطانية من أجل التعويض، تعويض ضحايا الجيش الجمهوري عن طريق الأموال المجمدة، كل هذه الأمور هي يجب أن ينظر لها على أنها استثمار في الواقع الليبي، استثمار في الواقع السيء الليبي، في الواقع الهش الليبي، يعني طريقة لاستغلال هذا الظرف للحصول على امتيازات أو الحصول على منافع غير مشروعة. وفي الحقيقة يجب أن ننطلق طول إلى 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 ما هي العبرة من هذه القضايا، ما هي العظة التي تؤخذ من هذه القضايا. طيب دكتور علي، العفو، الانقسام السياسي، نعم، يعني مكلف حتى من هذه الناحية، ليس مكلف في نواحي أخرى. يجب الانتباه لأن مليارات ليبيا ستضيع بسبب هذه القضايا. طيب دكتور علي، ديوان المحاسبة علق على أن كان هناك خلل من شرط التمليك اللي قررتها الحكومة في عهد المملكة بالنسبة لعائلة حنا. نعم، هو هذا، في العهد الملكي اكتشف أن السيد حنا خالف العقد الاستثمار اللي مع الدولة الليبية، وبالتالي الدولة تصرفت أو قالت أن خلاص سوف نلغي العقد الامتياز وننهي العقد نهائيا وعوضوه على شوية المنشآت أو التحسينات اللي دارها. هذا لم يتحقق. نعم، جت الحدث 69، مع أن في إجراء يعني متبع في عهد المملكة، وكذلك إجراء ما بعد المملكة في عهد القذافي اللي هو بموجب قرار رقم 4.
هذا قرار تأميم. في الحقيقة هو قرار غريب، قرار تأميم إذا كان الأرض آلت للدولة في 68 كيف تؤمن في 69 وهي أوريدي يعني آلت للدولة. يعني المهم نحن يجب أن نعترف كليبيين وكإدارة ليبية أن هناك تقصير، تقصير متتالي وتاريخي بالنسبة لهذا الموضوع. طيب لكن لا يسمح هذا في الحقيقة، حتى وإن كنا كانت الإدارة الليبية مقصر، هذا لا يسمح بأن تنهب أموال الشعب الليبي. نعم دكتور علي، دكتور علي أقف معك عند هذه النقطة، أنتقل إلى الدكتور طه بعرة. دكتور طه، يعني دكتور علي سرد بعض التفاصيل حول هذه القضية، كيف تعلق على هذه النقاط المهمة وصولا إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة الليبية في عهد المملكة بالإضافة إلى القرار رقم 4 في النظام السابق؟ في البداية تحية لحضرتك وتحية لدكتوري ضيفك الكريم دكتور علي ضوي وكل المشاهدين. بداية أستاذ بعد إذنك، يعني أنا سمعت المقدمة البرنامج وأنا أنوي أن نبدأ بمقدمات على أساسها ينتهي أو نستمر في الحوار في هذا الموضوع، ما يسمى بموضوع غرغور أو حنة أو سمه ما تشاء. نعم. فيما يتعلق بنقطة استيلاء عائلة حنة على أموال الدولة الليبية، هذا المصطلح غير دقيق، لأن عائلة حنة لم تستولي ولم ترتكب جريمة أو تنهب هذه الأموال، وإنما تحصلت على الأموال هذه تنفيذا لحكم قضائي استنفذ مراحله الابتدائية والاستئنافية والاستشكال في التنفيذ، ثم نفذت بموجب هذا الحكم، حتى نكون دقيقين ومنصفين. كذلك تمام، من باب الإنصاف أستاذ، كذلك من باب الإنصاف أستاذي، أن يجب علينا أن نركز على ملاحظة تعقيبا على ما ذكره الدكتور علي ضوي، أن إدارة القضايا ليست طرفا في هذه الدعوة، وإنما إدارة القضايا تنوب عن أطراف هذه الدعوة، وإنما تنوب عن هذه الأطراف في الدعوة. وبالتالي نحن اليوم نناقش في موضوع مهم جدا متعلق بأموال الدولة الليبية الحالية والمستقبلية، ولكن لا يوجد لدينا صورة من أسباب الأحكام التي صدرت عن القضاء المصري. لماذا هذه الأحكام لم تنشر ولم نطلع عليها؟ الاطلاع على هذه الأحكام، هذه الأحكام علنية والمحاكمات علنية وتنشر، ونشرها حق حتى لكل مواطن أو كل مهتم أن يناقشها وأن يطلع عليها وأن يعرف لماذا هذه المحاكم المصرية قد حكمت ضد الدولة الليبية بهذه المبالغ، حتى لا نظلم أحد الخصوم في هذه الدعوة. أحكام الدعوة سيدي الكريم هي عبارة عن مجموعة أو عبارة عن تقرير مفصل عن كل مجريات الدعوة، أطرافها، الطلبات، الدفوع، الردود، مدى اطلاع المحكمة على كل مستند موجود في هذه الدعوة، الأسباب التي بنت عليها المحكمة هذا الحكم. علينا أن نتفق جميعا بأن القضاء المصري هو قضاء عريق جدا، المحاكم المصرية لديها باع طويل، تجاوز عمر محكمة النقد المصرية 110 سنة، ومعظم جهابدة القانون حتى الليبي كلهم طلاب للمدارس المصرية والكليات الحقوق المصرية القديمة. إذن لا نتصور بأن مسألة هشاشة الأسباب التي جعلت المحكمة المصرية تحكم ضد الدولة الليبية لن نستطيع أن نقول بأنها أسباب هشة. لماذا؟ لأن القضاء المصري سبق وأن حكم عديد من القضايا المشابهة، حتى محكمة النقد المصرية حكمت العديد من القضايا المشابهة ضد الأطراف ولصالح الدولة الليبية، حتى في مواضيع أخرى متعلقة مثلا على سبيل المثال بقضية الخرافي مؤخرا، والتي حكمت فيها لصالح الدولة الليبية رغم أن المطالبة كانت تتجاوز 900 مليون. من جانب آخر سيدي الكريم، يجب أن نرى الطرف الآخر في الدعوة الذي يمثل الدولة الليبية، وهو إدارة القضايا. هذه الإدارة سيدي الكريم إدارة عريقة جدا، لديها باع طويل في القضايا الدولية، ولاحظنا بأنها قد نجحت نجاحات متكررة ونجاحات غير مسبوقة النظير في
مجال استعادة أموال الدولة الليبية والحفاظ وصيانة على هذه وصيانة هذه الأموال. وصلت هذه الفكرة. دعني أنتقل بسؤالي إلى الدكتور علي ضوء. التساؤل الذي طرحه الدكتور طه دكتور علي هو لماذا لم يتم نشر هذه الأحكام، أو ما أسباب هذا الحكم، وأيضا هل اطلعتم على منظور الحكم؟ أولا أود أن أعقب فقط على ما قاله زميلي الدكتور طه من قضية حبيب حنا وغرغور. بالحقيقة قضية غرغور قضية أخرى، وهي مشكلة أخرى سوف تظهر في الأشهر القادمة، لأن هناك إجراءات تحكيمية بين الدولة الليبية وغرغور. أيضا يجب الإشارة إلى أنه لا أحد يعني يدعي بأن القضاء المصري قضاء غير نزيه أو أنه مخطئ إلى آخره، وإذا كان أي حد يرى أن حكما معينا شابه شيء من القصور والمخالفة للقانون، هناك في جميع الأنظمة القانونية طرق قانونية قضائية للتظلم من الحكم وللطعن فيه إلى آخره، ويجب اتباع هذه الطرق العادية التي دون تشهير ودون القول. كذلك بالنسبة لإدارة القضايا، إدارة القضايا ما هي مشكلتها في الحقيقة؟ إدارة القضايا هي حمالة وزر فشل الإدارات الليبية الأخرى، لأن هي التي تبرز في القضايا اللي نيابة عن الدولة الليبية، وهي سوف ينعكس عليها ما يشوب أجهزة الدولة الليبية من ضعف ومن ترهل ومن أحيانا تلخبيط إلى آخره، فينعكس عليها فلا تستطيع أن تؤدي عملها. لكن هي كإدارة قائمة بعملها، لو كانت الإدارات الأخرى عادية، يعني إدارة القضايا تجد صعوبة، هي وكيلة لوزارة الزراعة ولوزارة الصحة ولوزارة التعليم، فيجب أن تكون الجهة الأخرى عندما تطلب وثيقة أو تطلب موقف معين أو وثيقة أو شيء معين، مستند معين، يجب أن تحصل عليه. الحقيقة هنا في ليبيا نعلم أن إدارة القضايا تعاني الأمرين من تصرفات موكلها وهو الدولة الليبية التي أجهزتها لا تهتم كثيرا، رغم أن هي التي سببت هذه القضايا. هذه بالنسبة للحكم القضائي الذي صدر عن محكمة جنوب القاهرة في تعويض عائلة حنا، يعني لا واضح تماما أن سبق للمحاكم المصرية أن رفضت طلب عائلة حنا على أساس أنها المحاكم المصرية غير مختصة بنظر دكتور علي. طيب باختصار ما هي أسباب الحكم؟ يعني أسباب الحكم معروفة، أن يعني الأسباب الظاهرية أن الرجل عنده 90 هكتار أخذوه منه ما عوضوش، طلب تعويض، وتم تحسب التعويض أنت من سنة بسبب الأسعار، تغير سعر الصرف إلى آخره، من سنة 70 إلى سنة 2019، تصور انت المبلغ الذي تبلغه. هذا ظاهر الحكم باهي. لكن شنو ما هو الامور التي لكن القضاء المصري دكتور علي يعني حكم في قضيتين فيما سبق في نفس القضيه في السبعينيات وكذلك في التسعينات على ان هذه القضيه تختص بها الدوله الليبيه، يعني قضيه سياديه. عفوا معلش، هي في القضاء عباره عن 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 شطاره المحامين، يعني المحامي اللي تغير يعني تو حاليا بهذه القضيه، الذي تغير ان حنا لم يستطع ان يصل الى حقه ما يرى انه حق له من خلال القضاء الليبي ومن خلال التعامل او المطالبه مطالبة الدولة الليبية، فلجأ مرة أخرى إلى القضاء المصري وبحث عن سبب معين يجعل القضاء المصري مختصا، واقتنعت المحكمة بأن القضاء المصري مختص فحكمت له. هذا تقريبا الواحد. لكن مهما كان الحكم تجاهل أن مبلغ التعويض يجب ألا يشمل كامل الأرض المخصصة له في الستينات، لأنه باع منها قطعتين بحيث من 90 هكتار فضل 53 هكتار. هو باعهم لحسب الرواية اللي وصلتنا احنا أن باعها لرجل الأعمال الليبي سالم مقدح بمقابل 300,000 دينار. هو الحقيقة باع قطعتين، قطعة لشخص كان رئيس للحكومة، كان رئيس حكومة ليبيا في فترة ما، وباعها لرجل الأعمال سالم قدح. وسالم قدح نفسه ذهب إلى ولده، يعني ابنه وريثه، ذهب إلى المحكمة في مصر وقال أنا فعلا اشتريت هذه الأرض ودفعت ثمنها فعلا بمبلغ 300,000 دينار في 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 الستينات، يعني مبلغ كبير جدا، ودفعت ثمنها، فليش يحسب من جديد يعني؟ رغم أن حتى هو مشت الأرض متاعه في الحراسة باعتبار أن المهم الإجراءات اللي كان، يعني قصدي العملية يجب الاعتراف من الآن أن سوء الإجراءات الإدارية في ليبيا هو الذي راكم هذه الأخطاء
والذي ادى الى هذه. طيب الاشياء. دكتور علي، هل اطلعتم على نص الحكم الصادر من محكمه جنوب القاهره لصالح؟ انا شخصيا لم اطلع العائلة. على الحكم، لا لم اطلع على الحكم. ما الاسباب؟ والله في الحقيقه الاحكام متاحه، انا ما حاولتش الاطلاع عليها، ما نقدرش نقول ان الحكم واجب النشر ولا مش واجب النشر، الاحكام معروفه، ان اي حكم معروف والاحكام تعلن الى المحكوم عليه. واكيد انه الحكم اعلن الى الدوله الليبيه المحكوم عليه. هل تمت الاشاره يعني الى ما اطلعتم عليه الى وجود اسباب جديده متعلقه بهذا الحكم؟ يعني هو المشكلة، الفرق بين الموقف القضائي المصري القديم، موقف القضاء المصري وموقف الحديث، هو الاختصاص، هل المحاكم المصرية مختصة أم لا؟ وهي في الحقيقة مسألة ليست صعبة، أن تكون المحاكم المصرية قد رأت أنها غير مختصة، ثم يأتي محامي بأسباب جديدة وباستناد ممكن إلى قوانين جديدة ويعني يثبت أن المحاكم المصرية مختصة، بالتالي يجب على المحكمة أن تحكم له. نعم دكتور علي، هذه في الحقيقة أنا أود أن أشير أيضا إلى قضية، تفضل، الحجز هي المهمة. احنا بالنسبة لنا الآن كقطاع مصرفي نواجه مشاكل، ليست مشاكل ليش الحكم في حد ذاته، حنرجع لك يعني فيما يتعلق بالموضوع اللي أشرت له اللي هو الحجز، لكن نبي يعني رأي الأستاذ طه حول ما أشار إليه الدكتور علي حول يعني عدم الاطلاع على نص منظور الحكم. يعني تفضل. أولا عودة بسيطة إلى مسألة إدارة القضايا، وأنا أؤكد نعم. هنا بأني لا أتحدث عن إدارة القضايا باسم إدارة القضايا، ولكن يجب أن أوضح دور إدارة القضايا. إدارة القضايا هي عبارة عن محامي للخصم في الدولة، وهي الدولة الليبية، وليست هي خصم في حد ذاتها، وأن إدارة القضايا هي عبارة عن هيئة من المحامين تتولى الدفاع عن قضايا الدولة الليبية ورفع الدعوة بشأنها، وهي ليست ملزمة بكسب كل القضايا. إدارة القضايا مكلفة أو ملزمة قانونا ببذل العناية اللازمة لإبراز دفاع الخصم وهو الدولة الليبية. نحن نطالب بالحكم، لدينا سببين رئيسيين لماذا نريد أن نطلع على أسباب الحكم. رقم واحد، حتى لا نظلم أحد من أطراف الدعوة، ورقم اثنين، يجب أن نطلع على ما قدمته الدولة الليبية للدفاع عن نفسها عن طريق من ينوب عنها، وهي إدارة القضايا، وبالتحديد عن طريق مكتب المحامين المكلف من قبل إدارة القضايا قسم المنازعات الخارجية. نعم. السبب الثالث والمهم الذي نريد أن نعرف لماذا تم كسب هذه الدعوة، أنا أقدر ما قاله دكتوري علي ضوي بأن موضوع أن الدعوة رفعت بشأن مزرعة ومزرعة لعائلة حنة وما إلى ذلك وانتفاع. لا، نحن سؤالنا ليس موضوع الدعوة، نحن نريد أن نعرف ما هي الأسباب التي جعلت المحكمة تحكم بهذا الحكم. فإذا كانت الأسباب التي جعلت المحكمة تحكم بذات الحكم، وهو مثلا على سبيل المثال في الدعاوى السابقة التي قالت فيها بأن التي فسرت فيها المحكمة اتفاقية التكامل ما بين ليبيا ومصر والسودان، قد فسرت بنود هذه الاتفاقية بأن هذه الاتفاقية لا تعني بأن الدولة الليبية قد تنازلت عن جزء من سيادتها للدول الأخرى المتفق معها وهي مصر والسودان، وبالتالي الدولة الليبية يجب أن لا تخضع لولاية القضاء المصري، باعتبار أن ممارسة الدولة الليبية لهذا التصرف هو حق من 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 حقوق السيادة، وهي إن تمارس هذه القرارات المتعلقة بنزع الملكية أو ما إلى ذلك فهي تمارس سلطانها الملتصق التصاق لصيق بحقها في السيادة وفي فرض القانون داخل إقليمها. إذن هذا الدفع أو هذا السبب الذي بنى عليه أحد الأطراف السابق أن القضاء المصري مختص، قد فصلت فيه محكمة النقد المصرية وقالت لا يجوز تفسير هذه الاتفاقية بأنها تعتبر تنازل من الدولة الليبية على سيادتها، باعتبار أن هناك مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي يقول بأن هناك حصانة قضائية للدول، هذه الحصانة تمنع أن تخضع أي دولة لمحاسبة أو لولاية قضاء أي دولة أخرى، باعتبار أن الخضوع لولاية قضاء أي دولة أخرى يعتبر خضوع للدولة بأسرها إلى قضاء تلك الدولة. إذن السؤال هنا، هل طرح هذا الحكم المتعلق بمحكمة النقد المصرية؟ هل نعم طرح دكتور طه، يعني حتى محكمة النقد حكمت لصالح الدولة الليبية في عام 94 بعدم يعني الخوض نعم. في هذه القضية بحكم أنها هي قضية سيادية تابعة للدولة.
نعم، هذا الحكم الذي يتحدث عنه الأستاذي. فلهذا اليوم أنا أتصور بأن المحكمة يعني لدي سؤال، هل هذا الحكم كان مطروحا أمام هذه المحكمة التي حكمت القضية على مرحلتين ابتدائيا واستئنافيا، أم أن هذا الحكم لم يكن مطروح؟ وإذا كان مطروح فإني لا أتصور بأن المحاكم المصرية الآن سوف تخالف محكمة النقد المصرية وتصدر حكم يخالف هذه الرؤية، باعتبار أن المحكمة النقد المصرية هي أعلى الهرم القضائي المصري ومبادئها تعتبر بمثابة قانون يفرض تطبيقه على بقية المحاكم الدنيا. أين هو الحكم وأسبابه؟ طيب وصلت الفكرة دكتور طه. دكتور علي، يعني لماذا برأيك قامت السلطات المصرية بتنفيذ الحكم بشكل سريع وتحويل الأموال من حساب البنك الخارجي إلى حساب ابنة عائلة كمال حبيب حنا إلى بنك السويس؟ يعني هو الحقيقة تم التنفيذ بالشكل الاعتيادي. أول شيء أشير إلى أن من الناحية القضائية، من الناحية القانونية المحضة، المسألة لم تحسم بشكل نهائي للآن، لكن وزميلي دكتور طه يعلم أن الطعن بالنقض في الأحكام لا يوقف التنفيذ، لا يوقف إمكانية تنفيذ هذه الأحكام. فالحكم بدأ في تنفيذه، وكان الحكم منطوقه أن محكوم على الدولة الليبية باللفظ، الدولة الليبية يعني مؤسسات الدولة الليبية، تم اختار أو محاولة التنفيذ على أموال خطوط والليبيا أويل وشركة الاستثمار العربية إلى آخره وفندق رمسيس، كل الأموال اللي بيحول للتنفيذ. طبعا المنفذين في التنفيذ الجبري يعني يفضلون التنفيذ السائل، الأموال السائلة لأنها أسهل أحسن من المشاكل إلى آخره، فلجأوا إلى التنفيذ على الأرصدة المملوكة للمصرف الخارجي والمصرف المركزي. الملاحظة الأولى بالنسبة لهذا الموضوع، لو أن هذا الحجز تم في دولة أخرى، مثلا حسب معلوماتي الآن الأكيدة مثلا فرنسا وإيطاليا، لا امتنع الحجز على أموال المصرفين، على اعتبار أن لا المصرف المركزي ولا المصرف الخارجي يعتبران جزء من مكونات الدولة، وخاصة لو أن قوانينهما، القوانين المؤسسة لهما، تنص على أنهما لا يضمنان ديون أي أحد آخر غيره، لا يمكن التنفيذ على أموالهما إلا بالنسبة للديون، ديونهم هم مش ديون الآخرين. الدولة الليبية عليها دين ومش ينفذوا على الدولة الليبية. هذه هي المخالفة اللي هي الشيء الأول اللي قد يكون يعني، وهنا التقديرات تتعلق بتقديرات قاضي التنفيذ والمحضرين المنفذين هو الذي، ثم إن هناك سرعة في يعني دكتور علي، يعني نفهم من ذلك بأن المصرف الليبي الخارجي لا يتبع المصرف الليبي المركزي؟ شوف، من ناحية القانونية الأشخاص الاعتبارية تستقل عن بعضها، المصرف الخارجي مملوك 100% للمصرف المركزي، ولكن لا يعني أن المصرف المركزي هو المصرف الخارجي ولا المصرف الخارجي المصرف المركزي، كل واحد بروحه، هذه شخصية معنوية، كل واحد شخصية معنوية بروحه، لا هذا يضمن ديون هذا ولا هذا يضمن ديون ذاك، ويعني وهذه الفكرة في الحقيقة، فكرة الشركات، هذه الفكرة الأساسية في الشركات، أن كل واحد يتحمل مسؤولياته. بالنسبة لي ايضا المصرف، هذه المصارف لا تعتبر جزء حقيقي من الدوله، ما هي شيء الدوله، الدوله شيء وهي شيء، هذه مشروعات اقتصاديه صحيح انها مملوكه في النهايه للدوله، ولكن اموالها لا تضمن ديون الدوله. هذا الشيء الواضح. بالنسبه للحجز، يعني المصرف الليبي المركزي يعتبر كانه هو صندوق سيادي او الحصاله الدوله الليبيه للاموال في الحقيقة، السلطة النقدية، السلطة لذلك اتجهوا يعني ان اتجهوا للبنك الخارجي لكي يتم استباحة المال متاعها. لا هو الحقيقة شو اللي بيصير بالنسبة للذين تصدر لهم احكام في الخارج، اللي تصدر فيهم احكام الخارج للدولة الليبية المفروض ان يجي ينفذها هنا في ليبيا، وفي طريقة للتنفيذ داخل ليبيا على اموال الدولة في ليبيا، فما بيش يتعب روحه الى اخره، يمشي ينفذ في الخارج. لما بينفذ في الخارج، من هو الجهة الليبية اللي عندها أموال في الخارج؟ أقول لك الجهات الليبية اللي عندها أموال في الخارج هي حصرا البنك المركزي، المصرف الخارجي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، والشركات الاستثمارات الليبية في الخارج بشكل عام. هذه فقط الدولة ما عندهاش، أرى الدولة ما عندهاش ولا قرش برا خارج ليبيا. يعني ما عندهاش أموال خارج ليبيا، الأموال كلها موجودة في هذه المؤسسات، فيتم اللجوء إلى هذه المؤسسات. طبعا بالنسبة لإمكانية الحجز على
هذه الأموال ما هيش واضحة. بالنسبة مثلا الآن استقر القضاء الفرنسي على عدم جواز الحجز على أموال البنوك المركزية أصلا، ما تقدرش تنفذ عليها في فرنسا. بالنسبة لإيطاليا صدر حكم من محكمة أن المصرف المركزي والمصرف الخارجي ليس جزء من الدولة الليبية، الدولة شيء وهم شيء. بالتالي نعم. وصلت الفكرة دكتور علي، تبي منها حاجة برا خذها من الدولة ما تاخذهاش منهم. نعم. فالحقيقة هذا الموقف من القضاء الإيطالي والفرنسي ليس موقف راه محبة في الليبيين، راه موقف لحماية الاستثمارات الخارجية فيه. نعم. هذا يعني يخدمهم هم نفسهم. نعم دكتور علي، ومن هنا يعني أنت وكذلك الدكتور طه ومشاهدينا الكرام نمر ونتوجه إلى رأي الشارع في المؤشر. في رأي الشارع هذا الأسبوع عرضنا قياس رأي متابعينا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول إذا ما كان حكم القضاء المصري بصرف 262 مليون دولار من أموال ليبيا في مصر لصالح عائلة حنا المعروفة بغرغور يعتبر تعدي على الأموال الليبية أولا. شارك في هذا الاستطلاع حوالي 2500 مشارك كما نلاحظ الآن على الشاشة، 84% منهم كما هو ظاهر اتجهوا للإجابة بنعم وهو التعدي على الأموال الليبية، أما 16% في المقابل قالوا أو صوتوا بلا. هذا بليك لان دكتور طه، تعليقك على رأي الشارع في هذا المؤشر. معليش أنا ما استمعتش بالضبط لسؤال الشارع. المؤشر يعني 84% قالوا أن اتجهوا للإجابة بنعم هو تعدي على الأموال الليبية، و16% قالوا لا بخصوص القضية. هذه نسبة متوقعة، أعتقد أن أكثر حتى من 84% حيقولوا نعم. ليش؟ لأن الأمر ما زال مبهم أستاذي الكريم، لا نعرف هل هو بالضبط ظلم للدولة الليبية أم الدولة الليبية ظالمة أم مظلومة أم ماذا، لأننا لم نعرف أسباب الحكم، لم تخرج علينا الجهات المرفوع عليها الدعوة وتوضح لنا ملابسات هذه الدعوة وغيرها من الدعاوي عندما تخسر هذه الدعاوي. نحن ليس الغرض لدينا هو انتقاد سلوك الحكومة الليبية أو الجهات المرفوع عليها الدولة الليبية، ولكن نحن نأمل أن يتم إصلاح أو التأمل في هذه الأحكام وفي أسبابها ومعالجة تلك الأسباب حتى لا نقع في أحكام أخرى غدا أو بعد الغد، ويفتح علينا أبواب من كل جانب ترغب في الحجز على أموال الدولة الليبية. إلى هذه اللحظة أؤكد أستاذي الكريم بأني لا أستطيع أن ألوم الدولة الليبية ولا أستطيع أن ألوم القضاء المصري طالما أني لم أطلع على أسباب الحكم ولم أعرف لماذا أسست المحكمة هذا الحكم ولماذا الدولة الليبية قد خسرت هذه الدعوة على الأقل من وجهة نظري ووفق المنهجية التي تعلمتها عند التعليق على الأحكام القضائية. فيما يتعلق أستاذي الكريم بمسألة الحجز على أموال الدولة الذي تفضل به دكتور الفاضل هي عبارة عن دفوع موضوعية قوية جدا، نعم هناك وجهات نظر قوية تقول بأن أموال المصرف الليبي الخارجي ليست ضامنة للدولة الليبية ولا يجوز التنفيذ عليها، ولكن مراحل نظر الدعوة أمام المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية ثم البداية أو بداية أو مقدمات التنفيذ، هناك مسألة متعلقة تسمى الاستشكال في التنفيذ. هذا الاستشكال في التنفيذ يوقف التنفيذ إلى حين أن تنظر المحكمة ما هي الأسباب التي تجعل من أن مسألة التنفيذ غير صحيحة. مسألة الحجز على أموال المصرف الخارجي هي مسألة طيب التنفيذ نراها غير صحيحة، ولكن كان من المفترض أن تعرض على المحكمة التي نظرت الاستشكال في التنفيذ، ويجب أن تكون المحكمة قد ردت على هذا الدفع بأن أموال المصرف الليبي نعم الخارجي ضامنة للدولة الليبية أو ليست ضامنة. إذن من المفترض نقطة أخرى دكتور لهذه الدعوة ونطلع
على حكم بعد إذنك معليش نطل يجب أن نطل على حكم ابتدائي لهذه الدعوة ونطل على حكم الاستئناف لهذه الدعوة ويجب أن نطل على الحكم الاستشكال في التنفيذ سواء كان الموضوعي أو الشكلي الذي بعده قد أنهيت إجراءات التنفيذ الجبري. طيب يعني أثرت نقطة في مسألة التنفيذ للحكم بالرغم من قبول محكمة النقد لحكم الاستئناف يعني محكمة جنوب القاهرة هل هذا إجراءها يعني يعتبر إجراء قانوني؟ نعم هذا إجراء صحيح باعتبار أن المحكمة محكمة الاستئناف عندما تقضي في موضوع الدعوة يصبح موضوع الدعوة واجب التنفيذ يجب أن ينفذ هذا التنفيذ سواء نفذ بشكل الطوعي أو بشكل الجبري. مسألة الطعن بالنقد أمام محكمة النقد المصرية أو حتى المحكمة العليا الليبية هي مسألة لا توقف التنفيذ تنفيذ الحكم وإنما يستمر تنفيذه حتى تراجع المحكمة هذا الحكم. اللهم إلا في حالة واحدة فقط أن تكون الخصم أو أحد الخصوم سواء كانت الدولة الليبية مثلا قد طلبت من محكمة النقد إجراء جلسة عاجلة لطلب إيقاف تنفيذ هذا الحكم. هذه المحكمة إذا قررت محكمة النقد المصرية إيقاف تنفيذ الحكم فإنه سوف يجري إيقاف تنفيذه هذا إذا لم ينتهي التنفيذ ولكن إذا انتهى التنفيذ يصبح حتى قرار محكمة النقد المصرية طيب غير طه من الناحية العملية يعني من فترة 3 شهور يعني من تنفيذ الحكم لعند موعد الاستئناف اللي هو حيكون في شهر 8 الجاي إن شاء الله هل هذا حيعرض الأموال الليبية للضياع؟ لعند نظر محكمة النقد للجلسة القادمة وربما تفصل فيها وربما لا تفصل فيها وربما تستمر الجلسات حتى لفترة طويلة أخرى هذا الموضوع ليس له علاقة بضياع الأموال الأخرى ولكن يجب على الجهات الليبية أن تستمر في هذا الشق وأن تنتهي نعم عفوا الصوت أستمع إليك دكتور طه استمر ايوه اسمع عليك يجب الجهات التي تنوب عن الدوله الليبيه يجب ان تستمر امام محكمه النقد لماذا حتى تصدر من محكمه النقد المصريه مبدا اخر او تؤكد المبدا الاول والذي يحصن اموال الدوله الليبيه وحتى تكون بقيه الدعاوى المرفوعه على الدوله الليبيه ان كانت هناك دعاوى مرفوعه يجب ان تصطدم بهذا الحكم وبالتالي تصبح غير ذات جدوى نعم ابقى معي الدكتور طه وكذلك الدكتور علي وكذلك مشاهدينا الكرام لنخرج لفاصل ومن ثم نواصل فوق معه نحن لا اذا كان تعرفت ان ما عادش نختلفوا باقي الليبيين لان ما فيش واحد طلع لنا كيف مسك اسلحه ويقول لي بنحكمكم بالقوه ضروري نديروا عفو عام ضروري نديروا الحثحات على مفات اللي صدر في بدايه تاسيس الدوله يعني هالحاجات هذه الناهيه لابد منها اذا كان وصلنا لهنش لان 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 في اشياء سائره كبيره فاذا كان ما عفيناش بعضنا ما حطيناش ايدينا في بعضنا وصلحنا وصلنا ببلادنا لبرلمان معناها نستمروا في الحرب ما فيهاش فايده وخاصه اذا كان انتهت النماذج اللي كيف حفتر اللي هو ما عادش فيه كثير هو بس الرئيسي اللي يجي يغزو يعني يطلع من برقه طالع من رجمه جاي بجيش جرار داخل طرابلس قالت لك يا خليفه تعال انقذني والله ما انا اللي دي يعني كلام فاضي علشان يحكم هو واولاده وقبيلته وهالكلام الفاضي اللي يدير فيه عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ونذكر لمن التحق بنا الآن على موضوع حلقة المؤشر لهذا اليوم والمتعلق بحكم القضاء المصري لصالح عائلة حنا هل يعتبر تعدي على الأموال الليبية أم لا أعود إليك الأستاذ ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من مدينة طرابلس الأستاذ ناصر بن نور مدير مكتب الشؤون القانونية بديوان المحاسبة دكتور ناصر مساء الخير مساء الخير لضيوفك الكرام ومشاهدكم اهلا وسهلا بك دكتور ناصر يعني في البدايه اداره القانونيه لمصرف ليبيا المركزي لم تطلع على منظور الحكم واسبابها المتعلق بالتعويض لعائله حنا والدكتور طه ايضا يؤكد ان تقييم اجراء القضاء المصري غير ممكن بدون معرفه هذه الاسباب يعني من جهتكم هل اطلعتم عليها هذه المشاكل؟
اخي الكريم، بدايه للتوضيح يعني، اولا انا دكتور، انا يعني لست احمد موهن دكتور. ثانيا المحاسبه بحكم اختصاصاتي المستند اليه بموجب قانوني ليس من اختصاصي انا تقييم الاحكام القضائيه الصادره سواء عن القضاء المصري او القضاء الحلي، ولكن من خلال متابعه ديوان المحاسبه لاجراءات الدعوه المرفوعه من عائله حنا وبالنيابه عنهم السيده نسيم حنا، حقيقه يعني تابعنا الموضوع. كان الطعن ابتداء رفع امام المحكمه الابتدائيه في احدى المحاكم المصريه في خلال شهر سبتمبر 2018، وبعد شهر وبعض الايام صدر الحكم في المحكمه الابتدائيه. تم الطعن على هذا الحكم امام القضاء المصري، وخلال فتره لا تتجاوز شهرين كاقصى حد صدر الحكم في من قبل محكمه الاستئناف، وتحديدا حكم محكمه الاستئناف صدر في خلال شهر 2 2019، ومن ثم باشر الخصوم اجراءات الحجز والتنفيذ تم خلال هذا الشهر. فلو احتسبنا المده من تاريخ رفع الدعوه امام المحكمه الابتدائيه واجراءات التقاضي امام القضاء في المحكمه الابتدائيه وكذلك الاستئناف ومن ثم بدء اجراءات الحجز، لا تتجاوز القضيه باقصى حد الخمسه او سته اشهر. واذا ما وضعنا في عين الاعتبار قيمه الحكم وهو ما يزيد عن 261 مليون دولار، فلم يكون هناك يعني تأني بحسب المطلوب ولم تقدم الدفوع بشكل كافي، ولكن في جميع الاحوال القضيه منظوره الان امام محكمه النقد. طيب دكتور ناصر، وقدمت الدفوع من خلال مكتب المحاماه المستقله من قبل اداره قضايا الدوله، ومن خلال متابعتنا ايضا ان راي نيابه النقد يعني كان لصالح الدوله الليبيه باعتبار ان القضيه المنظوره امام القضاء المصري هي يفترض ان تكون غير ذات اختصاص المحكمه التي اصدرت الحكم، ونترقب الجلسه محدده خلال شهر اغسطس القادم. نعم دكتور ناصر، من الاحوال يعني انا اود دعني احدثك عن الاجراءات التي اتخذت في قبل الجهات المعنيه في الدولة الليبية. طيب دكتور ناصر، قبل الاجراءات، قبل سرد الاجراءات، هناك نقطه معينه دكتور ناصر مصادر بالخصوص. حقيقه السيد رئيس دكتور ناصر، انت في استماع الي؟ الجهات المعنيه المتمثله في الحكومه واداره قضايا الدوله دكتور ناصر، والجهه التي تم التنفيذ عليها وهي المصرف الليبي الخارجي، وعقد اكثر من اجتماع بهذا الخصوص، انبثق عنه تشكيل وفد ممثلا في رئيس المجلس الاعلى للقضاء وكذلك رئيس اداره القضايا والنائب العام وممثل اعتقد عن ديوان المحاسبه والمصرف الليبي الخارجي. دكتور ناصر، انت في استماع الي؟ يبدو ان الدكتور ناصر انقطع الاتصال معنا، يعني لعلنا نعود الاتصال به خلال هذه الحلقه. اعود اليك دكتور عليها، يعني حسب المعلومات السفاره الليبيه يعني تحركت وحدها لمواجهه حكم الحجز على الاموال الليبيه وتاخرت في اعلام اداره قضايا الدوله في مجمع المحاكم، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني عفوا معلش، اود ان اصحح ما جاء في السؤال الاستبيان الذي وجه للجمهور والذي يتحدث عن قضية حنا وغرغور. في الحقيقة القضية تم غرغور شخص آخر غير حنا، وستأتي حتى هي مشكلة أخرى ستأتي في المستقبل، الله أعلم شن بيصير فيها. غرغور هذه ممكن تكون مبالغ أكبر من مبالغ حنا. هذه ناحية. الناحية الثانية في الحقيقة لفت نظري تساؤلكم، هل اطلعتم على الحكم؟ ودكتور طه قال لم أطلع على الحكم. في الحقيقة الحكم أكيد أنها اطلعت عليه إدارة القضايا وهي الجهة المعنية بمباشرة القضية نيابة عن الدولة الليبية، واطلعت على الحكم البدائي والحكم الاستئنافي إلى آخره. لكن شنو عفوا ما هو سؤالك معلش؟ السؤال متعلق بالسفارة الليبية يعني في مصر وتعاملها مع هذه القضية وعدم إعلام القضية إدارة القضايا حول هذه القضية. لا 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 علاقة للسفارة بمثل هذه. لا، السفارات لا تمثل حقيقة. التمثيل القانوني للدولة الليبية أمام الأجهزة القضائية هو حصرا في الداخل والخارج لإدارة القضايا، وإدارة القضايا عندها أدوات
للعمل في الداخل والخارج، فلذلك السفارة الليبية يعني أحيانا تعلن الأوراق فيها. هذه في الحقيقة مسائل شكلية، مثلا أن الحجز على المصرف الخارجي، القانون المصري مثله مثل القانون الليبي وغيره يجبر أن إذا تم حجز مال المدينة لدى الغير، يعني حجز على أموال المصرف الخارجي لدى بنك قناة السويس، يجب أن يكون الحاجز على علم بهذا الحجز، المحجوز عليه عفوا، اللي هو بنك المصرف الخارجي. ثبت أن الحجز تم على أموال المصرف الخارجي في بنك قناة السويس دون إعلانه رسميا. الحقيقة العلم راه ما يعنيش أنك تسمع به، العلم لابد من إعلان عن طريق محضر ورسمي وموقع ومثبت أنك 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 استلمته. فالحقيقة إدارة القضايا قامت بدورها. ما يشير إليه الجميع وما هو يلفت الانتباه بالجميع الحقيقة شيء غريب، وهو السرعة في الفصل في القضية سواء كان في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف. يعني ما نش عارف بالضبط هل يعني هل سوف القضاء في كل الحال عالم بطيء بما فيهم القضاء المصري، هل إذا كان القضاء المصري بطل معاش كان بطيء وسريع جدا في مثل هذه القضية هو محل نقد؟ هو في الحقيقة ليس محل نقد ولكنه محل يعني شبهة أو شيء زي هذا. لماذا مثل هذه السرعة في صدور الحكم وفي صدور حكم الاستئناف وفي تنفيذه؟ الحكم صدر في شهر 10، حكم الاستئناف صدر في شهر 2 اللي بعده، والتنفيذ تم الآن. يعني قد نرى أن هذه هناك سرعة، وقد يرى البعض أن ما فيه سرعة. وصلت النقطة دكتور علي، يعني أنتقل إلى دكتور طه بعرة. يعني دكتور طه، هل الضغط على يعني السلطات المصرية لتجميد أموال عائلة حنا حتى يعني موعد الاستئناف يمكن أن يكون ناجح ويساعد بالتالي على إرجاع الأموال المصروفة لنيفين حنا؟ بعد إذنك عندي ملاحظة بسيطة رد على ضيفك الكريم اللي دخل قبل شوية، مشكور. بالنسبة لمسألة تقييم الأحكام، نحن لا نقصد أن نريد أن نطلع على أحكام المحكمة المصرية أو حتى الليبية ونقيم هذا الحكم، ليس لنا الحق في تقييم أحكام المحاكم. ما يقيم أحكام، من يقيم أحكام المحاكم هي المحاكم العليا ومحكمة النقد. نحن فقط نريد من الناحية الأكاديمية الفنية أن نعلق على الأحكام وأن ندرس هذه الأحكام ونتأمل في أسبابها ونحاول أن نوجه أو نعطي أفكار لتوعية الخصوم بتلافي أوجه النقد. مسارت عليه الدولة الليبية من طعنها بالنقد أمام محكمة النقد المصرية وطلبها إيقاف التنفيذ حسب ما هو منشور من معلومات شحيحة، ورأي نيابة النقد الذي تفضل به أستاذنا الفاضل هو مسار صحيح لا جدال فيه، والدفوع التي سمعتها الآن من دكتوري علي ضوي هي دفوع موضوعية ودفوع قوية. نحن لا ننكر جهود هذه كلها، ولكن فقط لدينا فضول كبير في تأمل أسباب المحاكم المصرية، لماذا كل هذه المحاكم رفضت أن تستجيب لهذه الدفوع، وكيف ردت عليها وكيف فندتها هذه المحاكم. مسألة السرعة لا نستطيع أن نلوم القضاء على السرعة، لأن هو البطء في العدالة يعتبر نوع من أنواع الظلم. وإحنا لو لاحظنا أن متى نفذ هذا تاريخ تنفيذ الحكم وتاريخ الطعن فيه بالنقد وتاريخ جاهزية رأي نيابة النقد، رأي نيابة النقد غالبا يتأخر، ولكن جهز بسرعة زي هذه ورأي نيابة النقد في صالح الدولة الليبية، إذا لا نستطيع أن نكيل بمكيالين، نقول بأن القضاء تسرع وحكم ضدنا، ثم نقول بأن نيابة النقد تسرعت وخلصت لرأي لصالحنا. ومع ذلك يجب أن ننوه إلى نقطة مهمة، أن وجود رأي نيابة النقد لصالح الدولة الليبية لا يعني بأنها سوف تحكم، أن القضية سوف تحكم لصالح الدولة الليبية، إنما هو رأي تستأنس به محكمة النقد عندما وصلت تنظر الدعوة. وصلت فيما يتعلق بمسألة الجهود، وصلت النقطة دكتور طه. دكتور طه، أعود إلى الدكتور ناصر بن نور. يعني دكتور ناصر، يعني الحكومة حسب معلوماتنا يعني شكلت وفد رسمي للذهاب للعاصمة المصرية القاهرة ومتابعة الموضوع من ضمن ديوان المحاسبة. يعني شن هي المهمة هذا الوفد بشكل رئيسي؟ أخي الكريم، الوفد الذي سيذهب خلال هذه الأيام إلى جمهورية مصر العربية هو ذو صبغة قضائية حقيقة، هو الذي أصدر القرار، هو السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، باعتبار المشمولين بأحكام هذا القرار يتبعون الجهاز القضائي ولا يتبعون الحكومة.
ومهام هذه اللجنة أو الوفد المشكل كما ذكرت لك برئاسة السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهناك مندوب عن ديوان المحاسبة للتواصل مع الجهات ذات العلاقة متمثلة في وزارة العدل ومن خلالها إدارة التفتيش القضائي المصرية، وكذلك مكتب النائب العام، لأن هناك كما ذكرت في مدخلتي. نعم دكتور ناصر، يبدو أن فقدنا الاتصال من جديد مع الدكتور ناصر. أعود إليك دكتور طه، يعني شنو أبرز تداعيات قضية كهذا في 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 هذا التوقيت؟ يعني هل يمكن أن تفتح الباب أمام دعاوي أخرى باختصار شديد؟ باختصار شديد، لماذا أنا أشد على أيدي الزملاء والإخوة في إدارة القضايا والمحامين؟ نريد أن نسرع في إقناع محكمة النقد المصرية حتى تسد هذا الباب أو هذا السبب الذي بنت عليه حكمها السابق، لأن وجود أو رد محكمة النقد المصرية وتفنيد هذا السبب وضحضه سوف يوقف جميع الدعاوى الأخرى ويجعلها تصطدم بحائط حكم محكمة النقد المصرية. بالنسبة فيما يتعلق بالجهود المبذولة على صعيد السادة بالمجلس الأعلى للقضاء وغيرهم، هي جهود مشكورة جدا ونشد على أيديهم ونتمنى لهم التوفيق. نعم، أمر إليك دكتور علي، يعني هل يوجد قضايا جارية أخرى تهدد الأموال الليبية في الخارج وخاصة أصول المصرف المركزي يعني في هذا الموضوع؟ هناك حجز الآن في تركيا، حجز وتم تنفيذ الحجز على أموال المصرف المركزي والمصرف الخارجي في تركيا، قضية اسمها قضية جنكيز، وهي تتعلق بطلب تعويض عن تخريب تعرضت له منشآت هذه الشركة في غباري أعتقد. هناك قضايا أخرى شبه منظورة أو منظورة أو متوقعة في كل مكان، يعني الخطورة المتعلقة بلجوء الشركات الأجنبية إلى المحاكم للحكم على الدولة الليبية لتعويضات خاصة بسبب الأحداث التي في سنة 2011 وما بعدها، هذه أمر وارد. نعم. وبالتالي يعني الحقيقة مواجهتها ستلقي أعباء كبيرة جدا على إدارة القضايا، وخاصة وأن تم استغلال مثلا في قضية جنكيز، تم استغلال اتفاق لحماية الاستثمارات بين ليبيا وتركيا، استغلال هذا الاتفاق نص على أن جواز اللجوء إلى التحكيم بالنسبة لحل المشاكل المتعلقة بالاستثمار، فلجأت الشركة إلى التحكيم. يعني هناك الكثير من القرارات والاتفاقيات والقوانين اللي أعدت في وقت لم تكن فيه الظروف كما هي الآن وتستغل الآن للنيل. نعم. للحصول على تعويضات. وضحت الصورة، وضحت الصورة دكتور علي. أعود إلى الدكتور ناصر، يعني يا ريت يعني تكلمنا على موضوع مهمة الوفد الرسمي لمتابعة هذه القضية باختصار شديد دكتور ناصر. نعم، الوقت كما ذكرت لك الذي تدخل الجهات العلاقه نعم وإدارة التفتيش من خلال وزارة العدل. هذا باختصار مهام، خاصة إذا ما علمنا أن المبلغ الذي تم التنفيذ عليه لا زال في حسابات داخل المصرف ولم يتم خروج إلا بعض أو وهي الرسوم كل القضية التي تم دفعها إلى خزينة الحكومة. يعني مبلغ 262 مليون لم يحول بالكامل. المبلغ 261 مليون و371 ألف دولار تم التنفيذ على كامل القيمة وأودع في حساب داخل البنك، وهو بنك يعني تقريبا 700 ألف دولار حساب تم فتحه مؤخرا الصاعدين، وتم أخذ وأودع في محكمة هذا ما تم التنفيذ عليه، اما بقيه القيمه لا زالت داخل بنك قناه السويس. الخطوات المستعجله التي يحاول ان يقوم ويؤكد عليها. نعم، يبدو ان فقدنا الاتصال مع الدكتور ناصر، كان معنا عبر الهاتف من مدينة طرابلس مدير مكتب الشؤون القانونية بديوان المحاسبة. أعود إليك سيد علي،
يعني ما رأيك في مهمة الوفد وما سوف يقوم به مهمة الوفد هناك في متابعة القضية باختصار شديد جدا؟ يعني مهمة الوفد هي تأتي من باب أنه على الجهات الليبية ألا تألو بذل أي جهد في سبيل الوصول إلى أهدافها وفي سبيل تحقيق حماية الأموال الليبية، أي جهد مبذول. بالتأكيد أن هذه الجهود تنقسم إلى قسمين، جهود على المستوى الإجراءات القضائية وهي تقوم بها إدارة القضايا والجهات والمصرف الخارجي وغيرهم عن طريق المحامين وعن طريق الوسائل القضائية أو المسطرة أو الإجراءات الواردة في الأنظمة الموجودة هناك في مصر، ولكن أيضا يجب أن يكون هناك نوع من الاتصالات ونوع من التحرك أيضا على مستوى الشخصي لمقابلة مسؤولين ولمقابلة وخاصة وأن الهدف من التحرك هذا هو على وصلت الفكرة دكتور علي. لا هي المشكلة أن التنفيذ إذا تم ممكن الفلوس تاخذها معاه لتحنى ومعاش ويبدا من الصعب استرجاعهم. لو صدر حكم في شهر اغسطس بنقض الحكم الاصلي بتاع حكم التعويض. نعم. فالحكم الان اذا نفذ الحكم من الصعب العوده. شكرا جزيلا لك هذه دكتور الاموال علي. ان تجنب الى حين الفصل. نعم شكرا جزيلا لك الدكتور علي مدير الاداره القانونيه بمصرف ليبيا المركزي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس، وكذلك عبر الأقمار الصناعية من طرابلس أيضا الخبير القانوني الدكتور طه بعرة، وكذلك نوجه الشكر إلى الدكتور ناصر بن نور مدير مكتب الشؤون القانونية بديوان المحاسبة كان معنا عبر الهاتف من مدينة طرابلس، والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لحلقة اليوم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.